السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام في كل مكان، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية إن شاء الله. إذن كما وعدتكم في الحلقات الماضية أننا سوف نشرع كل مرة في عرض أو إنشاء ليستينج خاص بنوع من أنواع المنتجات يعني التي بإمكانكم الحصول عليها وهي متوفرة بكثرة في البلدان العربية والجزائر وغيرها من البلدان. اليوم إن شاء الله هذه يعني المنتجات التي هي من صنف يعني يعني هذه النباتيات التي بإمكانكم يعني صناعة من خلالها القفف والديكورات والقبعات والكثير من الأشياء التي بإمكانكم يعني طبعا صناعتها من خلال هذه المادة. على سبيل المثال هنا في الجزائر ما يسمى بالدوم نبات، وهنالك يعني نبات آخر يصنع من خلاله هذه يعني السلات وغيرها، ويعني سلات الخبز يعني معروفة على مستوى يعني الدول العربية وغيرها. بإمكانكم يعني إن كان لديكم هذه الحرفة ويمكنكم صناعتها فهذا جيد، أو الحصول عليها وشراؤها يعني بأثمان يعني جيدة، يعني هي رخيصة الثمن، يمكنكم يعني بيعها على الإيباي بأثمان جيدة جدا، ويعني هذا يعني يمكن للجميع الحصول على هذه يعني المقتنيات كما ترون هنا. إذن نتوجه معا نحو الليستينج. إذن أنا لدي هذه السلة أو هذه القفة، هي أيضا مصنوعة بالمادة هذه المادة النباتية كما ترون هنا، يمكنكم يعني عرضها بهذا الشكل، ويعني أيضا وضع الأداة قياس الطول لها كما سوف نرى هنا هكذا. يعني عملية التصوير هي عملية سهلة جدا يعني من جميع النواحي يعني كما هو واضح في هذه الصورة. أيضا هذا النوع من أنواع النباتيات ويسمى باللغة العربية الخوص، وكل منطقة يعني كيف تسمي هذه المادة، لكن باللغة العربية الفصحى هي الخوص لمن يبحث يعني مباشرة على هذه المادة، أو ويكر بالإنجليزية. ويكر بالإنجليزية هي يعني مكتوبة هنا لمن يريد البحث بشكل معمق في الإيباي وأن يرى يعني الناس الذين يبيعون هذا النوع من أنواع المنتجات التقليدية الحرفية التي لها صنع يدوي وهي مطلوبة جدا في الإيباي كما قلنا يعني مرارا وتكرارا. إذن كما ترون العنوان هنا شوب، بمعنى شوبينج، يمكنكم الشراء بهذه السلة وهي يعني باسكت هي السلة. كومبينج بمعنى التخييم والخروج من أجل يعني التنزه. تراديشنال بمعنى التقليدية. ويكر طبعا يعني المادة هذه. هاند ميد طولها يعني 29 سنتيمتر. هكذا يعني يتم إنشاء هذا العنوان، ونفس هذه يعني المعلومات بإمكانكم أن تضعوها أيضا في الأيتم سبيسيفيك هنا تيب، يعني بإمكانكم أن تضعوا باسكت شوبينج يعني هذه المصطلحات، وبراند هي يعني ليس لها براند، يمكنكم أن تضعوا هاند ميد بمعنى صنعة يعني باليد، ماتيريال ويكر ايتم، يعني بإمكانكم وضع هذه المختلف، كولور يلو يعني يلو يعني بيج اللون يعني القريب من الأصفر، والأطوال بإمكانكم وضع هنا الأطوال وأن هذه يعني تراديشنال وصنعت مثلا في الجزائر. إضافة إلى ذلك يمكنكم يعني وضع المعلومات ايتم، يمكنكم يعني إعطاء يعني ماذا تبيعون، ايتم ويكر باسكت، وهذه يعني الأشياء هاند ميد يس، هيك كواليتي يس، وهكذا. طبعا إن كانت جديدة ضعوا جديدة، إن كانت قديمة ضعوا قديمة، وإن كان فيها عيب يكتب العيب في طبعا الحالة الخاصة بهذا المنتج. إذن نذهب مباشرة إلى الشكل أو الوصف. الوصف هنا ليس شرط أن تضعوا هذه يعني الأشياء، ليس شرط، لكن أنا يعني وضعتها، أنتم
ضعوا الأساسيات، العنوان، وصف في سطرين. بإمكانكم أن تضعوا أيضا ديمونسيون، يعني الأبعاد الخاصة بهذا المنتج، وأن هذا يعني الصور هي أيضا جزء من الوصف، دائما نكرر ذلك، وهكذا، وشروط البيع وتذكير المشتري بخدمات الشحن وما إلى ذلك، وشروط البيع، ويعني دائما نقول للبائع بأن أو للمشتري أن يدفع بشكل جيد، وأن يكتب العنوان بشكل جيد، وأنه لابد له من الاتصال بنا ولا يفتعد لدينا أي طبعا أي قضية. ونحن يعني في الخدمة هذه يعني كلام كررناه عدة مرات. ثم طبعا تحديد البريسينج بمعنى الفورما، أيضا نوع هذا الليستينج أو طريقة البيع. أنا قد وضعت 5 أيام، هذا فقط نموذج، فقط هذا نموذج فقط من أجل يعني الشرح. أنتم ضعوا يعني طريقة العمل التي يعني تساعدكم أنتم، وطريقة العمل التي تجدون فيها أنفسكم مرتاحين. إذن بإمكانكم البيع بالأوكشن أو البيع بالسعر الثابت، وهذا يعني أمور تكلمنا فيها بالتفصيل، والشحن تكلمنا أيضا فيه بالتفصيل. المهم اليوم يعني نتحدث حول المنتج نفسه والتعرف على هذا المنتج، ولابد لكم من البحث عليه بشكل جيد وبشكل مفصل على مستوى الإيباي لأخذ فكرة حول يعني الأسعار مثلا، أو مثلا يعني كيف يعني يبيع يعني بائعون آخرون على الإيباي، وأيضا بائعين قد نجحوا في هذا المجال إذا تخصصوا فيه طبعا. إذن هذا ما كان لدينا لهذا اليوم، نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة بحول الله، وفي منتج جديد ونوع جديد وكيف نعرضه على الإيباي. سلام الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام في كل مكان، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية إن شاء الله. إذن كما وعدتكم في الحلقات الماضية أننا سوف نشرع كل مرة في عرض أو إنشاء ليستينج خاص بنوع من أنواع المنتجات يعني التي بإمكانكم الحصول عليها، وهي متوفرة بكثرة في البلدان العربية والجزائر وغيرها من البلدان. اليوم إن شاء الله هذه يعني المنتجات التي هي من صنف يعني يعني هذه النباتيات التي بإمكانكم يعني صناعة من خلالها القفف والديكورات والقبعات والكثير من الأشياء التي بإمكانكم يعني طبعا صناعتها من خلال هذه المادة. على سبيل المثال هنا في الجزائر ما يسمى بالدوم نبات، وهنالك يعني نبات آخر يصنع من خلاله هذه يعني السلات وغيرها، ويعني سلات الخبز، ويعني معروفة على مستوى يعني الدول العربية وغيرها. بإمكانكم يعني إن كان لديكم هذه الحيرة